السلطان يا ابني برونو سافيو. الله يبارك لك، الله يبارك. برونو سافيو. برونو سافيو طبعا برضو ناس كتير برازيلي واسمر. برازيلي واسمر رقصوا صمبا. طبعا هنبين النهارده حاجه مهمه قوي بالنسبه لي بالنسبه لبرونو سافيو. برونو سافيو احنا من اول لحظه لما اتفرجنا عليه كان باين ان كورته كويسه. جبنا موضوع الار 2 والاجوان اللي بيجيبها وقلنا الطريقه اللي بيشوط بيها فدي حاجات ما كنتش قلقان منها خالص. كنت قلقان من حاجتين في الحقيقه. الحاجه الاولانيه الاستمراريه، والحاجه الثانيه ودي اللي كانت قلقاني جدا، فكره الريتم، انه الراجل ما بيظهرش كتير لحد دلوقتي في الماتشات، فمحتاج تقعد تتفرج على الماتش مرتين علشان تسال نفسك سؤال مهم: هو اللعيبه هي اللي مقصره في حق برونو سافيو، ولا برونو سافيو هو اللي ما بيتحركش كتير؟ لانها تفرق. لو برونو سافيو ما بيتحركش كتير يبقى صفقه برغم موهبتها لن تنجح. لكن الاجابه او المفاجاه كانت ان برونو سافيو بيتحرك كويس قوي وكتير جدا. النظريه ان لعيبه الاهلي واضح ان فقط التواصل مع برونو سافيو. لعيبه الاهلي في مراحل كتير من المباراه ظهرت اقل تنظيما من المفترض بسبب ان اللعيبه مش مركزه مع برونو سافيو. عايزين نثبت ده. اشرحها لي دي بقى. عايزين نثبت ده عملي ونفرج الناس على برونو سافيو ونسيب الملعب. انا هنا في حاجه كده اتفرجت عليها، كنت في ماندي نايت فوتبول، برنامج من البرامج الشهيره يعني، انك تتفرج على المباراه بمنظور لاعب ما وتمسح الباقي من الارضيه. بالظبط كده بيعملوها هما بالفيرتشوال رياليتي. احنا هنعملها ايه بادائنا احنا؟ بلد. ايوه بلد. برونو سافيو برازيلي اسمر. هات الفيديو الاولاني وخلينا نتفرج على برونو سافيو في ارض الملعب. طبعا لمسته احنا كده كده متفقين انها لمسه حلوه يعني. تحركاته بعد كده دايما موجود، ذكي، دايما رافع عينه، دايما باصص قبل ما بيستلم الكوره، ودي حاجه مميزه جدا، ودايما مدد ايده وهات الكوره. طبعا انت بتتكلم في ان الفرصه دي هاتها تاني، معلش الفرصه دي كانت هيبقى شكلها مختلف خالص لو الباص اتعمل من طاهر لبرونو سافيو، بس طاهر مش رافع عينه ومش محضر نفسه زي برونو سافيو. ستوب، باص سهل لبرونو سافيو اللي محضر هيعمل ايه لما تجيله الكوره، بس طاهر مش شايف ده. كان واحد والتاني على طول. بالظبط. كان هيتصرف، هيحرك اللعب لقدام، انما ايه دي اللعيب مش شايف. مش شايف زميله اللي شايف. فعشان كده عايز اللعيبه تركز مع برونو سافيو، عايزهم يبصوا على لاعب ممتاز. ادي برونو سافيو استلم الكوره، طلبها واتحرك، وبص على طول للحركه، هو عارف المساحات فين. المساحه واسعه جدا. لو استلم الكوره هنا هو خطر. بس هل طاهر شايف؟ ما عملش لحد خالص. هو خبط في المدافع لانه مش شايف، هو عمال يفكر. هو في ميزه كمان يا زيزو في نسيت تحسبها له في الكره اللي فاتت. وقفوا بس الحلقه عشان الكره اللي فاتت. بص، الكره جايه له، هو بص شمال الاول. ايوه السكاننج. ما انا بقول لك، هو انا اصلا جبتها مره عشان ما بص بص الشمال وقبل ما الكره تجيله. ايوه بالظبط. بص قبل ما الكره تجيله قام بص امشي بقى لقدام. لا لقدام كمان. هو كمان كمان باصص يمين قبليه وبعدين شمال. بص الاكرم بطرف عينه. ايوه، ما هو ده طبيعي يا جماعه. يعني ما بنعملوش. بس في لعيبه في مصر كتير ما بتعملوش. ما هو الدليل ايه؟ ان طاهر قام داخل في المدافع. ما هو ده اللي انا متجنن منه. طاهر واحمد عبد القادر بجد ارفعوا عينيكم. يعني العمليه هي محتاجه تدريب، انا فاهم، بس يعني بجد هتفرق، تفرق كتير في تنظيم اللعب. فدي نقطه من النقط المهمه، وانا لسه مطول معاكم يعني، لسه الكليب ده طويل. برونو سافيو ستوب. طبعا عايز الكوره طول الوقت وبيتحرك في مساحات ذكيه طول الوقت، بس اللعيبه مش شايفاه. طاهر مره تانية. كمله. مهم جدا 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 ان اللعيبه تركز معاه، لان اللعيبه تايهه، وده الراجل المفترض يكون بوصلتك، لان واحد من اللعيبه الذكيه جدا في ارض الملعب. طيب اللعب هو بص هو متضايق يعني بيشاور، بس ما حدش بيتواصل معاه، اللعيبه ما بتتكلمش معاه، فهو محتاج يتكلم مع اللعيبه واللعيبه محتاجه تتكلم معاه، لانه لعيب فعلا من زي ما باين قدامك كده بيتحرك كتير، بيظهر لزمايله كتير، ما حدش بيبص له. ستوب، هات الكوره. عمرو السوليه بص قبلها، هو هيقلب الملعب لو جات له الكوره. بس ايه اللي حصل من عمرو السوليه؟ شاط. بالظبط كده. فاحنا هنا بنتكلم في كام هجمه ظهرت فقيره للاهلي كانت هتبقى هايله لو شافوا زميلهم. صدق وجهه النظر انك تشوف الماتش من عين برونو سافيو تختلف برضه 100%، لانك عمرك ما هتتفرج على الماتش وتشوفه هو بيمد ايده وهو بيطلب وهو بيتحرك. دي واحد. من ظهره حسام عبد المجيد، هو مركز في الحته دي كويس قوي، بس طاهر مش شايفه. مره تانية اكرم توفيق، بص برونو رايح على الجول، هو شايف ومحضر، بس انتوا مش شايفينه. فزمايلك
بينوه في الملعب انه بيظهر عدد مرات قليل، ولو لولا الجول كانت ناس كتير قالت لك برونو سافيو لعيب ما اثبتش نفسه. يا ابن اللعيبه زيزو، حلوه دي يا زيزو. بالظبط كده، حلوة. دايما السكاننج بتاعه جاهز، وعشان كده قراره دايما جيد، دايما فاتح لزمايله، دايما فاتح زاويه التمرير، دايما عايز منهم الكوره، دايما موجود بس زمايله مش شايفين. شايف خدها من اكرم، يلا ما مشيتش. طب يلا يا احمد، يلا يا طاهر. طاهر ما مشيتش، ما تلعبتلوش. وخد بالك ان هو خبيث شويه برضو، هو واضح انه مش عايز ينادي. يعني هات اللقطه اللي فاتت دي، بيشاور ليه؟ بيشاور. واضح انه مش عايز ينادي علشان ما يلفتش المدافع. بس انا مش بدافع عن على طاهر يا زيزو في اللعبه دي، بس هقف. هو هنا جريته برضو خلقت مساحه لعمرو السوليه في العمق، يعني هو مش أزمة. معنى انه كل ما يتحرك لازم تتحط له، لا مش لازم. بس يعني هنا جريته خلت حسام عبد المجيد يطلع يامن ظهر زيزو، واكرم بيتحرك راجع معاه امام عاشور، وبالتالي عمرو السوليه اللي فاضي. امشي بقى بالصوره. ولو انه هو لو جات له برضو كان هيقرب اكتر من الجول من المساحه بتاعت عمرو السوليه اللي هيستلم الكره لسه في نص الملعب. هو عنده المهاره، عنده المهاره، هيعرف يعني. طب كمله خلينا نشوف، ناخد الفكره كلها. بص، هي راحت اصلا لعمرو السوليه لورا، حطها له قدام. بالظبط، يحطها له قدامه. خلينا نشتري الفكره كلها من زيزو. يلا اللي بعده. ومره ثانيه، هو دايما جاهز لكل اللعيبه، ودي طالب الكره من محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم بيباصي كويس. كانت هتفرق مع الاهلي ان هو يوصل للمكان ده بدري. فبرونو سافيو اللي انا عايز اقوله ان هو دايما موجود في مساحات كويسه، دايما بيطلب الكره. بص كمان هو بيساعد زمايله في تنظيم اللعب، يعني هنا هو كان بيشاور اللي معاه الكره عشان اول ما حد عينه تيجي عليه يساعده. العب لعمرو. بالظبط كده، العب لعمرو، وبعدين قام رايح جنب عمرو طلب الكره، بس عمرو ما ادالوش الكره. فاحنا هنا بنتكلم في وبص مره ثانيه، اللعيب اللي بيخبط في المدافع دي لازم تبطل في الاهلي. باصي لزميلك اللي جنبك. فهو لا بلاي ميكر. انا فعلا اتفق مع مارسيل كولر ان الراجل ده يلعب بلاي ميكر، ما يلعبش على الوينج، عشان هو منظم جيد جدا للفرق. انما هو ناقصه ان اللعيبه تتحرك حواليه كمان زي ما هو بيتحرك حواليها، يعني زي ما هو بيظهر نفسه للعيبه، اللعيبه محتاجه تبصيله الكوره كويس.